النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هل لقي يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام؟ نعم أو لا؟ هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام مرة من المرات كافرا ولم يدعو للإسلام؟ لا، دائما كان يدعو للإسلام. طيب أنت كل يوم تلقى كفار، هذا كل واحد منكم كل يوم يقابل الكفار، هل دعوتم للإسلام؟ لا، إلا من رحم الله. لا أحد يتكلم يا شيخ، قل لهم لا أحد يتكلم، ممنوع. نعم ممنوع الكلام. طيب أنا التقيت بقسيس، هذا القسيس من الله عليه وأسلم، هو ولد في كينيا، يقول أنا ولدت مع المسلمين، كنا نلعب الكرة مع المسلمين في المدرسة مع المسلمين الابتدائي والمتوسط والثاني والجامعة، ندرس مع المسلمين ونلعب مع المسلمين ونأكل مع المسلمين. يقول إلى تخرجت من الجامعة لم يتكلم معي مسلم يوما من الأيام كلمة واحدة عن الإسلام، لا ما أحد دعا للإسلام. يقول كنت أتمنى أن واحد من المسلمين يتكلم معي يقول الإسلام هو دين حق، الإسلام كذا كذا كذا. إذا لماذا؟ هل تشك في الإسلام؟ إذا ما تشك في الإسلام لماذا ما تعلم الناس الإسلام؟ لابد أولا نتعلم الإسلام. إذا تعلمنا لابد نعمل بالإسلام، نطبق الإسلام. تعلمنا وعملنا لابد ندعو إلى الإسلام، ولابد نصبر. تصبر أولا على التعلم على العلم، وتصبر على العمل، وتصبر على الدعوة. إذا تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. نورا مكوزي تجوز التوفزي كوشوزي بيبانا يوزن جمو فزا وشاكوزي.